مرحبا بكم، مرحبا بكم. الجزء الثاني من بيلا مارا لغران روبورتاج. لكن قبله خليني اذكر كما قلت لكم قبل ما نخرجوا، الاسماس ينعم باش تشاركوا وتربحوا زوز ملايين كل جمعه وخمسه ملايين كل شهر. ساهل برشا، تبعث سي على الرقم 85 98 وتجاوب على الاسئله باش تقوي حظوظك في الربح. سي اذا على 85 98 كما قلت لكم في بدايه الحصه. لو غران روبورتاج، سؤاله الرئيسي في حلقة اليوم من بلامارا الأربعاء 16 نوفمبر 2022، لماذا يغير مسلم في بيئة مسلمة ديانته؟ مش نطرحوا الخلفية النفسية الثقافية السوسيولوجية الفكرية للمتحولين دينيا. لو غران روبورتاج اللي جمعنا فيه بعض الشهادات من انجاز زميلنا المتالق ياسين لاكود. ونرجعوا للبلاتو باش نناقشوا لك قبل ما نمشي ساعه. خليني نحيي سي محمد بن موسى. سي محمد مرحبا بك. مرحبا بك. سي محمد، انا في بدايه الحصه ما عرفتش الصفه، فما مجلس هو للبهائيه في تونس؟ فما محفل روحاني مركزي. انت شو تسمى صفتك؟ انا عضو مكتب الاعلام للبهائيين في تونس. عضو مكتب الاعلام للبهائيين في تونس. والبهائيه باش يعرفوا الساده المشاهدين هي؟ هو دين سماوي انزل ربي سبحانه وتعالى كما انزل الرسل العده عبر التاريخ. فهو رسول متمم لكل الرسالات السابقه، عنده وحيه، عنده كتابه الى اخره. خلينا نفهموا الحكايات هذه كيف يعني عليها في بيئة مسلمة يتحول لديانة أخرى البهائية في حالة محمد بن موسى وفي حالة لغران روبورتاج المسيحية والتنصير. نمشيو للغران روبورتاج. التبشير أو التنصير في تونس كان بالأمس القريب كبرى عناوين الحالات المنفردة والمعزولة قبل ما يتحول اليوم إلى ظاهرة مثيرة للجدل يصيبها البعض بالمقلقة والبعض الآخر بحرية المعتقد. نحكي الليلة عن التنصير، الملف الصامت. في الإنجيل الله محبة، في الإسلام نحكيه كان على ضرب الرقاب ضرب الأعناق. ديجا فما حديث يقول نصرت بالرعب. قالت لي من ينكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. صعقة صراحة. والمالطية والإيطالية باش يبني كنائس ومعاهد. وبلغت الهجمة التنصيرية أوجها بانعقاد المؤتمر الإفخارستي بقرطاج في ماي 1930. وقتها ولأول مرة تم توزيع مناشير لدعوة التوانسة لاعتناق المسيحية، الشيء اللي أثار ردود أفعال مستهجنة في صفوف الشعب ودفعت بالحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال، وفي نفس الوقت شن الإضرابات. بعد الاستقلال وبعد مغادرة المستوطنين الأجانب تونس، ما عادش فما وجود يذكر للأقلية المسيحية. وقعت تونس اتفاقية مع الفاتيكان عام 1964 تسمح فقط ببقاء بعض الكنائس تحت سلطة الكنيسة الكاثوليكية مع اشتراط عدم تحويلها المساجد. اليوم ومع انطلاق الثورة الفضائية والرقمية تغيرت الأمور. صفحات فيسبوكية بعناوين مختلفة تدعوك وأنت جالس أمام حاسوبك للالتحاق بما يسمونه هم طريق الخلاص. يكفي فقط باش تبعث رقمك الخاص وسيصلك كل شيء عن المسيح. هذه منى كيف ما سميناها، واحدة من اللي نشحت صفحة صوت المسيح بتونس في إقناعها بالتحول من ديانتها الأم إلى المسيحية. هي بدت معايا وقت اللي امي وبابا طلقوا. بابا كان يصلي لكن عمره ما حسسنا اللي محسسنا معاه يعني لا بامال بحد شيء. كان صعيب صعيب برشا 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 ومتزمت برشا برشا.
طلقوا عام 2009، لقيت روحي نعيش في حالة فراغ كبير. تعرفت على واحد يقرا معايا في الجامعة، ووقتها صار اللي صار. بالنسبة للمجتمع مرفوضة دينيا ومن جميع النواحي. بعيدا عن الصفحات الفيسبوكية هذه، نلقاو قناة الحياة التبشيرية الأشهر على الإطلاق. يجوز للمسلم أن يتجوز بنته من الزنا، ويجوز للمسلمة أن تتزوج ابنها من الزنا. الدار كنت لاحظ أن هذه ما تتفرش قناة الحياة، لكن ما عطيتش اعتبار، كانت حاجة طبيعية طرش الحياة والطرش قناة التبشيرية المسيحية. هذا سيل منور اللي تحولت حياته إلى جحيم وفق تعبيره، بعد ما تفاجأ بتحول زوجته من الديانة الإسلامية للديانة المسيحية. مشكلتي بدأت في سنة 2014. كانت زوجتي هي أستاذة في الأزهر في التاريخ، اعتنقت الديانة المسيحية وارتبطت بطائفة اللي كانت تنتمي للكنيسة السبتية اللي كانت في بحر شارع بورقيبة، وتوليت في العوينة. كانت تخبي عليا في الزوج. أول مرة، أول ما صرحتني جاتني وقالت لي جملة ما ننساهاش: من ينكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. صعقة بصراحة، ما كنتش عليه. الشعور بالذنب والخوف خلاني حتى من الحديث الأقرب الناس ليا خلاني ديما خايفة وباش يعاتبوني ومرعوبة شنو باش يصير فيا. حتى ليل نهار نتصفح في الفيسبوك نلقى صفحة مكتوب عليها صفحة صوت المسيح في تونس. قلت مرة نشوف أنا هيدوما شو يحكي وزعم شفما هكا شوية هكا حبتي ليه، حبيت نعرف. بعثت ميساج طلبوا مني رقمي، كلموني. كنت روحي هكا مرتاحة في الحديثة معهم، كل شيء سهلولك يبسطولك. بعد ما بعثوا فيا شوية أمل وحسيت بالأمان برشا معهم في الحديث وكل شيء، لقيت فرصة اللي أنا حكيت على مشكلتي اللي صارت لي. جملة كانت مفتاحية، كانت هذيك المفتاح اللي خليني هذيك اللي بها عنتك معناها بديت تشعرني في أنها تحولت من الديانة الإسلامية إلى الديانة المسيحية. كانت صدمة ما تنجمش تتصور قديش كانت قاسية وصعيبة علي. شوفي بالي تفضلك، لكن وقت اللي خرجت لي نسخة من الإنجيل وقت عرفت لي الأمور ولا جدية. الحق متاع ربي عمري ما سمعت لا حرام لا جهنم وبئس المصير، وحمل اللي كان على كتفي حسيته خف على الاخر. وقتها بعثوا لي نسخه من الانجيل، عرفت انه الله ما حب. هي وصلت بها الجرة انها تحاول تدخلني معها في الديانه المسيحيه وتشككني في ديني. اصلا دين الاسلام دين عنف، دين قطع رقاب، دين قطع اي دين. في الانجيل الله ما حب، في تعاليم المسيح يقول لك أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم. في الإسلام نحكيو كان على ضرب الرقاب، ضرب الأعناق. ديجا فما حديث يقول نصرت بالرعب. دار ولدت كنيسية، إيش بيقول لك دار ولدت كنيسية، كتب ترانيم كل يوم، حتى البنات ولو حافظين ترانيم هي صغار. الإسلام اللي تربيت عليه في عائلتي أنا إنه لازمك تصلي وتصوم والحج والزكاة باش تنجم تكون مؤهل إنك تدخل للجنة. أنا قلت لك مؤهل خاطر ما فماش ضمينة حقيقية باش تدخل لها الجنة. أما ما علمنيش إنه الإسلام ما حب. شهريتها اشترها تهزها للمساهمات في الوحدة بتاعها، فهمت؟ حتى فما جروب، عندهم جروب آخر مرة عملوا نشاط على أساس أنهم تحولوا لين دراهم بدعوة أنهم باش يعاونوا المساكين والمفقودين، وهو في الحقيقة بالتبشير قاعدين يمارسوا في نشاط بفلوس كبيرة قاعدة تدور معي. فين أنا قلت كبرتي أستاذة اشتر شهريتها من الأكثر، ما اشتر ما دخلتش عليها، ما يتحسبهاش. حسيت كونوا حتى البنات ماشيين في نفس الطريق، يعني سلام الدنيا ولاد جحيم. بربي نحيوها وراك شكون يقف وراكم، نحيوها يا ولادي سيبونا. ما يقف ورانا كان يسوع المسيح، محبة الله والسلام وطريق الخلاص يا خويا كاو. ما عرفش بالضبط شكون يقف ورانا، لكن هو
هما حتى الناس اللي مخرطينهم مع زوجتي ما همش ناس يعني عاديين، ناس مثقفين، من ناس مسجدين، من أعلى الكلاس في 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 البنوك، في 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 هتشوف في 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 التعليم، في السفارات، في هذه أستاذة، وفي التاريخ، وقدروا أنهم يأثروا عليها ويغيروا لها وجهة نظرها. قلت لهم أنا عندها زوج بنات ما مش متهنين، كنا أبصر يعني إيه لباس، ما عندها شيء، ما بالك يعني أنت يعني ظهر لي تأثير كبير. أنا حتى طلع في قناة من القنوات العربية ويزن أذان تخرج هي تجري، وإلا تشوفها هكا تحس أنها تترعب، معناها تولي تتحول شخصية أخرى، تولي لمجرد سماع الأذان. لمجرد سماع الأذان أقول لك ما تحبش بناتي تتربى على الأذان، حبهمش يسمعوا الأذان. كيف تشوف الأحاديث والآيات عمرك ما تحس بالإطمئنين ولا الراحة ولا السلام، كلها رعب وتهديد وأخويف، هاو إحنا شبش يطلع لك، هاو منكر ونكير، هاو عذاب القبر، يعني مفهم شيء يبعط الإطمئنين رب. حتى في الثلاثينات كانت تفرش، كان في رشيد براذر رشيد المغربي الذي تحول من الديانة الإسلامية إلى الديانة المسيحية. هذا رشيد المغربي صاحب برنامج سؤال جريء اللي ترك الإسلام وتحول للمسيحية، رغم أنه تولد في بيت عائلة مسلمة، عائلها الأول إمام خطيب. برنامج ما نجموش ننكر أنه له من الأتباع الكثير داخل تونس وحتى الوطن العربي. لا أحد يستطيع أن يعطي الأعداد الحقيقية للعابرين في كل بلد، لكن كل المؤشرات تدل على أن أعدادهم تزيد يوما بعد يوم، وأن الكثير من العوامل تزيد من تلك الأعداد. أهم تلك العوامل هي الإنترنت والفضائيات. من المؤكد أن الإسلام لم يشهد موجة من العابرين الذين يتركون ويتبعون المسيح مثل هذه الموجة التي نشهدها هذه الأيام. لكن هي معناها هي أستاذ التاريخ، وقدروا أنهم يغسلوا لها مخها ويقبوها. أنا بالك الناس اللي ما عندهش الحد هيك من الثقافة والوعي باش نجمو، مش شيء كبير، جرأة توصل بشي تصرح دارهم، هما كلام دارهم، دارهم قاطعوها من كثرة اللي ما لقوش معها حد. قررت اني قدم قضية في الطلاق، مش حاول نعمل طلاق للضرر، نحاول على الأقل منع بنتي من الجحيم هذا، خاطر ما عادش فما حتى حل آخر، معناها كفيت سعيد. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. من خلال يلا، هذا كان الروبورتاج من إنجاز زميلنا ياسين لكود، ركز أساساً على التنصير في تونس، نشاط التنصيري في تونس، لمحة تاريخية عليه، ولكن أيضاً الشهادات الحالية أنه فما جزء من التوانسة بسيط حسب الإحصائيات مازال يتوسع منذ سنوات يبدلوا في الديانة بتاعهم. نحن باش نطرحوا صحيح التنصير والنشاط التبشيري في تونس، ولكن أيضاً السؤال الرئيسي على التحول، لماذا يتحول الإنسان دينياً؟ ما هي المقاربة؟ خلنا نفهم التجربة الشخصية لسي محمد بن موسى، كيف تحولت سي محمد؟ والله تحولت ممكن كلمة غير دقيقة بصراحة، يعني عندما يقول ربي في القرآن الكريم إنه الإسلام هو دين الحق وإنه الإسلام هو دين الله في البدء وفي الأزل، فهي حقيقة، يعني نحن لا نفرق بين أحد من رسل الله، فكل ما قيل في التوراة ولا قيل في الإنجيل ولا قيل في القرآن هو على رأسنا وعلى عينينا. فقط كلمة الإسلام معناها ضافي وشافي، ويعني كلمة متعددة المعاني. بمعنى عندما نقول سيدنا إبراهيم يقول كان مسلما حنيفا، ولا المسيحيين يقولوا كانوا مسلمين لله، ولا اليهود كانوا مسلمين لله،
فأي معنى للإسلام؟ هل هم يقومون بالشريعة الإسلامية؟ هل هم يقومون بخمس صلوات؟ هل هم يزكون؟ هل هم يحجون إلى الكعبة الشريفة؟ إلى 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 آخره من الطقوس؟ فلا. فالإسلام المعنى الأساسي أو من المعاني باش نكونوا متواضعين يعني لله وفي اللغة هو أن يسلم المرء وجهه إلى الله. ما معنى أن يسلم المرء وجهه لله سبحانه وتعالى؟ هو أن يطيع رسول العصر. رسول العصر يرحم بك، وهذه الكلمة المفتاح. فهنا امتحان امتحنت فيه كل الأديان وكل المتدينين. فعندما جاء سيدنا موسى عليه السلام كان تحدي على الإنسانية عندها إنها تترقى وتتعدى إلى رسالة توحيدية، ألا وهي رسالة سيدنا موسى بشريعته القوية، يعني حتى يقال أنه كان غليظ يعني سيدنا موسى عليه السلام، إنه الناس تتعدى إلى المسيحية عندما جاء السيد المسيح، إلى معاني أخرى ليست الـ 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 الرسالة البيداغوجية. أنا خاطر مربي أستاذ أنا، فهي بيداغوجية تربوية. نعم. يرافق بها الله سبحانه وتعالى تدرج وعي الإنسانية. فإنسانية موسى كانت تحتاج إلى بعض الحزم الإلهي الرباني سبحانه وتعالى. مع السيد المسيح معاني أخرى، مفاهيم أخرى كلها جميلة، لكن فما معنى المحبة، معنى التضحية، هذه تتطلع وتستنى معنى أكثر من النضج. سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم المعنى كان أكبر من المعاني، هي سي كوم دي بوبيروس بيان ايفيدامون، معناها لي زانغريديون انجيكتي بار سيدنا موسى عليه السلام ايتي انديسبونسابل للإنسانية. السيد المسيح زاد مستوى بيداغوجي اللي أعطاه المعلم نتاع السنة أولى، خليني نقول كتشبيه مجازي، لكن ما نجموش نلغيو القيم والمبادئ الأولى اللي تأسست عليها الإنسانية من ديانة توحيدية مع سيدنا إبراهيم. سيد المسيح مستوى أعلى من النضج. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قوام العدل أساسي جدا، فكان لابد من صرامة لتأسيس الدولة، لتأسيس الأمة. فالبلد الوحيد، البلد الوحيد اللي تغير اسمه، أو المدينة الوحيدة في الإسلام اللي تغير اسمها، هي يثرب، برافو عليك، هي المدينة المنورة. كل ما عدا ذلك لم تغير، لأنه هدفه تأسيس أمة. فالأمة من الأندلس إلى الصين، هذه هدف رسالة سيد الخلق محمد. اليوم نعتقد نحن مع حضرة بقى الله أن الإنسانية ولجت، دخلت يعني في العتبة، ما زالت أشياء أخرى سننضج. والهدف الأسمى من رسالة حضرة بقى الله كتتم للأديان الأخرى في الليبوبيروس هو وحدة الجنس البشري. نتطلع إلى وحدة الإنسانية. محمد بن موسى الذي ولد في بيئة مسلمة لوالدين مسلمين، كيف يشولهم هذا؟ بالضبط، كيف يترك ويعتبر ولا يشاطر هذه البيئة قناعتها في أن محمد هو خاتم الأنبياء وأصبح مؤمنا بنبي آخر وبالدينات الأخرى؟ والله ممكن مش نفاجئك، احنا كبهائيين نعتقد أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، لأنه بلاش يعمل محمد، لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث قال علماء أمتي خير، وفي رواية أخرى كأنبياء بنو إسرائيل. فانتهى زمن النبوة بكاء، الكاء اللي استعملها، وبخير، فأصبحت النبوة هي إنسانية، ولا حاجة للإنسانية بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنبي. لكن معنى الرسالة وتدرج الوحي هذا قانون من قوانين الإنسانية، كما الكون في قوانين طبيعية جاذبية مغناطيس. فلو تشوف تاريخ الإنسانية أينما وجدت حضارة وراها رسالة، هنا خويا العزيز عبد الستار في التاريخ عنده باع وذراع، في التاريخ أرنولد تويمبي ولا أوزفالد سبينجلر وقت اللي حلوا حركة التاريخ يلقاوا مع كل حضارة رسول ورسالة. فاحنا نعتقد ان الانسانيه اللي احنا فيها اليوم تقتضي رسالة محمد بن موسى الطفل الصغير اللي انشا في عائله مسلمه، منين كيف تغيرت هذا؟ ايش حبنا؟ انا كنت معماري ولا زلت معماري، انا مهندس معماري واستاذ جامع. انا كنت مولع جدا بالاسلام الجميل، عشقي للاسلام الجميل، عشقي للموسيقى صوفيه افغانيه على ايرانيه. لماذا لم تبقى مالا في الاسلام الجميل؟ هاي جايك، والهنسة الجميلة وابو حيان التوحيدي في الخط وكل الزاد هذاك الجميل كله. لكن في نفس الوقت
أنا كانت تطلعاتي نتحرك مع زميلاتي نساء مع زملائي مع أختي لنشوف فيها كيفاش قوامة هي في الدار على العائلة كلها وعندها القوامة وعندها وعندها وعندها. بصراحة بديت نشوف اللي فما أشياء لا تتماشى مع العصر. يا طاهر الحداد يا بورقيبة يا المصلحين في تونس في مشكلة بصراحة في الزمان هذاك وأنا في جامعي، وإلا الرحمة الإلهية لا ولن تنقطع. فإشكالية وجدانية روحانية. أنا نعتقد اللي ربي سبحانه وتعالى قالت اليهود في القرآن يد الله، قالت اليهود يد الله مغلولة، جاوبهم ربي بآية قال لهم غلت أيديكم بل يداه مبسوطة. البسط اليد هي الرحمة، هي الرسالة، هي أنه ربي ما ينسانيش. وأنا أعتقد اللي من خلال اللي احنا فيه وهالتكنولوجيا والإنسانية ذي هي إنسانية جديدة معنا. يلا خلنا نفهم توا هذه وجهة نظر سي محمد في تجربته الشخصية. اليوم ماناش بتحطوا على البهائية، بتحطوا على تجربة شخصية لشخص في بيئة مسلمة غير دينه. كنا نتفرجوا في الروبورتاج سي بهادي وشيء أتى عليه بكل كياسة سي محمد بدون أن يصدم الوعي، لكن في الشهادة متاع اللي خذاها ياسين لاكود للمرأة التونسية التي تنصرت قالت أنا حليت عينيا نرقى في الإسلام، ما نحكيه كان على سفك الدماء وقطع الرقاب، نرقى المسيحية تحكي على الله محبة. ويحكي الراجل على الشهادة متاع مرته يقول أنها تأثرت بهذاك البير رشيد شو اسمه هذاك اللي في قناة الحياة وكذا اللي يعمل في الواحد الأخ رشيد يعني يقولوا الأخ رشيد في قناة الحياة المغربية وتنصروا على يديه بارشة التوانسة. النشاط هذا عادي؟ المسألة هذه عادية؟ المسألة هذه مش عادية، إذا نعتبره أنا ضرب من جهل كبير جدا خاصة للسيرة النبوية الكريمة وللقرآن وللتاريخ الإسلامي، لأن الدين عند الله هو الإسلام. ولو أني أردت أن أخذ بسطة وتعطيني متنفس صغير من الوقت خاصة باش نجم أنا نوصل الفكر بتاعي، لو نرجع نرى شكون سيدنا داود قتل آلاف الآلاف باش يوصل إلى تحقيق حلمه والعودة إلى أورشليم اللي هي فلسطين. النصارى قتلوا كثيرا خاصة في الحرب اللي دارت ما بين العرب وما بين النصارى وقت اللي كانوا في مصر وكانوا في سوريا وكانوا زاد في العراق، تم ذبح العشرات الآلاف من الذين لم يستسلموا بل أسلموا مباشرة وكانوا من العرب لأنهم هماش من أبناء يعني جلدتهم فهمتي حطهم. المهم أنا بش أقول لك، نحن نصل الآن إلى مسألة مهمة جدا. السيدة مريم هي أم المسيح وآتت به، صلحني سيدي الشيخ لأني أنا مش نبدأ نتسلسل، هي طويلة جدا الحكاية وما نحبش أنا سي محمد نقول له راهو الذي أتيت به أردت أن تقول فخرا فجاء قولك نكرا. كيف؟ ما لا مما لا شك في خاتم الأنبياء والنبوة بالنصوص الكاملة جدا بتوراتهم وبإنجيلهم وبمدوناتهم وبما عندنا من أعلام كعب الأحبار ومن غيرهم وصول إلى القرآن إلى السنة إلى ما قاله ابن رشد إلى ما قاله المؤرخين الكبار ومنهم عبد الرحمن بن خلدون وكذلك الكل، نحن نعرف أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشهادة العدو قبل شهادة الصديق. لكن نحن ننظر إلى القرآن النص الجميل، هذا النص الذي أنا قريته بالكتاب ومحترامي وما نحبش لأنه أنت لا مانيش في الجدل في الجدل ايه أنا قريت الكتاب ايه منه بعض الفقرات. شو اسمه الكتاب المقدس؟ الأقدس 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 هكا الأقدس هكا اسم محمد ما هو؟ ثم الأقدس هو الكتاب التشريع ايه ثم الكلمات المكنونة باهي سيد. أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسيدة مريم الآن دخل بولدها وآتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قوة القرآن في النص اللغوي، لماذا نحن أن نتحدث عن اللغوية ثم فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله، بطاقة التعريف، إني عبد الله آتاني الكتاب التشريف وجعلني نبي التشريف الثاني في المقام الأول، وأوصاني وجعلني مباركا أينما كنت المكان، وأوصاني التكليف بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا رجعني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم